يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد الآن دعاوى في بعض وسائل الإعلام بالمطالبة بعدم إقفال المحلات التجارية وقت الصلاة. يوجد الآن دعاوى في بعض وسائل الإعلام بالمطالبة بعدم إقفال المحلات التجارية وقت الصلاة حتى لا تتعطل مصالح الناس بزعمهم، فما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟ هذا من جملة ما يفيدون به للإسلام. قالوا صلاة الجماعة ما هي واجبة، قالوا لا تغلق الدكاكين. الله جل وعلا قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لكن هؤلاء يريدون أنهم يعطلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريدون أن يعطلوا صلاة الجماعة في المساجد، يريدون أن لا تغلق المحلات وقت الصلاة. هذا كله من جملة محاولاتهم لطمس هذا الدين، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومظهر كلمته، وسيخيبون بإذن الله. نعم.